قال وزير العملية والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد الحمدان إن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدأت فعليا بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو، والذين تكفلت الحكومة بدفع أجورهم، وذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى حسابات أصحاب العمل لسداد أجور العمال المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة. وأكد حمدان أن الوزارة ستقوم بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف، ويتم التبليغ عنها عبر الأرقام الهاتفية أو البريد الإلكتروني المخصصة لهذا الشأن، داعيا جميع المنشآت إلى دفع الرواتب في مواعيدها المقررة. ويأتي تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين البحرينيين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعما للمواطنين والقطاع الخاص، وتكفل الحكومة بدفعها لجميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 في هذه المرحلة الاستثنائية، وتكثيف الجهود الوطنية للحد من أثار انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.